بتوافق كبير اتجهت الفصائل الفلسطينية بخطوة جديدة على طريق تحقيق المصالحة بعدما وقع قادة 15 فصيلا وقوى وطنية فلسطينية على ميثاق شرف العملية الانتخابية، مؤكدين فيه الحرص على سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها بشفافية ونزاهة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة. الأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة والمجتمعة في القاهرة أعلنت التزامها التام بأحكام القرارات والمراسيم الرئاسية المنظمة لإجراء الانتخابات العامة وصون حق المواطن الفلسطيني المنصوص عليه دستوريا في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة. وفي إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن أمنياته تحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني، خطوة إيجابية جديدة إذن نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لم تكن لتتم إلا بدعم ورعاية جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية من أجل إنهاء الانقسام البغيض ووقف حالة التيه الفلسطيني والخروج بنتائج تحقق طموحات الشعب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي والجغرافي.